نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضرتكم وإلى تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية سامح شكري الدور المحوري الذي تطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأضاف شكري خلال اتصال هاتفي أجراه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أضاف أن محاولات استهداف الأونروا في هذا التوقيت الصعب يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية أن تعليق بعض الدول تمويل وكالة تاغوت وتشغيل اللاجئين الأونروا يعرض الفلسطينيين للخطر، ومؤكدا أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإدخال المساعدات الكافية. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماع للحكومة الفلسطينية أن إسرائيل تحضر لإنشاء مستعمرات ومستوطنات جديدة في الضفة الغربية. أعلنت النمسا اعتزامها تعليق التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة انتظارا لإجراء تحقيق كامل فيما زعم بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وبذلك تنضم النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ودول أخرى في وقف التمويل للوكالة الأموية التي تعد من أهم مصادر الدعم والمساعدة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال في اليوم 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وقالت مصادر في الدفاع المدني إن طيران الاحتلال الحربي قصف على الأقل 5 منازل في حي الرمال بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تأوى النازحين في حي الرمال، مما أدى لاستشهاد 10 أشخاص على الأقل. كما دهمت المدرسة واعتدت على من فيها من النازحين واللاجئين. كما قصفت طائرة مسيرة بصاروخين مركبتي إسعاف بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وفي شمال القطاع قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذائف صوب المواطنين في بيت لاهيا، وذلك أدى لإصابة العشرات. وجنوبا وصل جيش الاحتلال حصاره لمستشفيي ناصر والأمل لليوم 8 في مدينة خان يونس وسط تكثيف للغازات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة. يواصل معبر رفح البري استقبال شحنات المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل أخبار مصر أحمد سعد. أحمد، ضعنا في هذه الأجواء الباردة لديكم، ضعنا في أجواء المعبر وحالة عبور المساعدات وإنفاذها وحالة عبور الحالات الحرجة أيضا. تحية لك وتحية المشاهدين الكرام. بالفعل مستمرون في رصد تدفق الحالات الإنسانية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك حالات الإصابة التي تأتي عبر معبر رفح البري لتدخل إلى المستشفيات المصرية. الحدث الأبرز اليوم هو يعني تم التنسيق ما بين السلطات المصرية والسلطات الإيطالية لنقل 40 طفل من مطار العريش إلى دولة إيطاليا. يعني بالفعل بالأمس رصدنا دخول 80 شاحنة إلى منفذ العوجة، من منفذ العوجة دخلوا إلى قطاع غزة. وبالفعل هناك العديد من الشاحنات التي تنتظر التفتيش منذ أمس للدخول عبر منفذ كرم أبو سالم حتى تدخل إلى قطاع غزة. أيضا لدينا العديد من الزيارات البارزة التي كانت خلال وطيلة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. كان أبرز هذه الزيارات كانت وزيرة الدفاع الهولندية
الهندية، كان هناك رئيس مدير الوكالة الأممية للأونروا، وكذلك يعني كان هناك السفير الفرنسي ومبعوث وزير الخارجية للمملكة المتحدة البريطانية، كلهم يأتوا إلى هنا للوقوف على وضع المساعدات الإنسانية حتى يروا حجم المساعدات الإنسانية على أرض الواقع، وحتى يروا دور مصر البارز في إنفاذ هذه المساعدات والتلكؤ من جانب الإسرائيلي في إنفاذ هذه المساعدات إلى قطاع غزة حتى نتمكن من اللحاق بالوضع الكارثي الذي يهدد أبناء قطاع غزة. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد سعد، كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك. استشهد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورة جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، وذلك أسفر عن إصابة شابين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إطلاق صاروخ على السفينة التابعة للبحرية الأمريكية لويس بي البولر أثناء إبحارها عبر خليج عدن أمس. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين من القوات الأمريكية. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إدانتها الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا. واتهم بايدن من وصفهم بجماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق بتنفيذ الهجوم، وتوعد بايدن بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية. في المقابل نفى متحدث باسم الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة الأردنية، هذا وأعلنت عناصر مسلحة في العراق مسؤوليتها عن الهجوم. أهلا بحضرتكم من جديد ونواصل تقديم نشرة الأخبار. تفقد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك في إطار حث القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. نتابع. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات، والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. ويعد مجمع الصناعات الهندسية من الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم عددا من تقارير اللجان المشتركة، من بينها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا مباشرة من هناك محمود إسماعيل. محمود، ضعنا في تفاصيل هذا اليوم بجلساته المختلفة. نعم عبد الله، بعد التحية في تمام الساعة 11 وكما هو معتاد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفي بداية الجلسة أحال رئيس المجلس مشروع قانون يتعلق بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول. أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وقبل أن يشرع المجلس في مناقشة أو استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي ورد ذكره في صدر الخبر، استعرض المجلس تقريرا آخر للجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة. محمود إسماعيل، يبدو أن هناك عطل فني، نعتذر عن هذا الانقطاع، ربما نعود لك في خدمات إخبارية لاحقة. تحت رعاية رئيس الوزراء انطلق مؤتمر التعليم الخاص بنظام ستيم بحضور عدد من الوزراء المعنيين لتسليط الضوء على هذا النموذج التعليمي المتميز، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمد محروس. محمد، ما هي أهم محاور هذا المؤتمر والمتحدثين فيه؟ زميل محمد محروس، سألتك عن المؤتمر حول هذا النظام التعليمي الجديد وأهم المتحدثين فيه. زميل محمد محروس، تسمعني؟ إذن ألو، تحياتي لك الزميل العزيز، تحياتي اللي تفضل. تحياتي لك زميلي العزيز، تحياتي لكل مستمعي ومشاهدي التلفزيون المصري. منذ قليل بدأ المؤتمر الخاص بنظام التعليم ستيم بمشاركة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والمهتمين بالقضايا التعليمية، من أبرزهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على نظام التعليم ومدى استمرار في المجتمع المصري ومدى نجاحه، حيث ساهمت الدولة في إنشاء عدد من أكثر من 20 مدرسة على مستوى المحافظات، ويبلغ عدد إجمالي الطلاب الموجودين حاليا بالمدارس أكثر من 5000 طالب وطالبة. النظام التعليم بنظام ستيم بدأ في مصر قراءة أكثر من 13 عاما، وهو نظام حديث يهتم بالنابغين لطلاب العلوم والتكنولوجيا، يهتم بالمواد التكنولوجية والرياضيات، يساهم أيضا في التفكير المنطقي، يساهم أيضا في الاستفادة من المشروعات البحثية التي يقدمها الطلاب. قبل قليل أعلن الأستاذ حسن شحاتة وزير العمل مدى الاستفادة عن إتاحة مراكز البحوث الموجودة داخل الوزارة للطلاب المتفوقين والموجودين داخل تلك المدارس. ومعنا من المؤتمر إحدى هذه النماذج الموجودة والتي شاركت بالفعل نماذج ناجحة. عرفينا باسم حضرتك. أنا نورين عمرو استاذ إسماعيلية، وهي مريم سالم استاذ إسماعيلية برضو. ايه فكرة المشروع وانتوا شاركتوا ازاي او قدمتوا ازاي على المدرسة؟ تمام، هي المدرسة بيتقدم عليها بعد تالتة اعدادي، بعد ما نخلص تالتة اعدادي بيبقى فيه معيارين اساسيين. المجموع في تالتة اعدادي ذات نفسه بيبقى فيه شرطين، يا اما جايب 95% ومقفل مادتين من ساينس ماث او انجلش، او حتى لو علوم او رياضة وانجلش برضو، او جايب 98% فيما فوق ومقفل مادة واحدة من الثلاث مواد دول. بعد كده الشرط الثاني او المعيار الثاني ان انت بتقدم
على امتحان القبول، وبتمتحن في الاي كيو والماس والساينس والانجليش. بعد كده بيختاروا اعلى مجاميع طبقا للمقاعد الموجوده، يعني تقريبا بتبقى في حدود 2000 مقعد. بعد كده بيشوفوا هم دول الطلاب اللي هيلتحقوا بالسنه الدراسيه الجديده. فكره المشروع اللي انت احنا عملنا كرسي متحرك بيستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو بيحدد حركه دماغ المريض لمرضى الشلل الرباعي اللي ما بيحركوش الاربع اطراف بتاعتهم. وفي نفس الوقت هو بيستخدم موبايل ابلكيشن علشان يدكت حركه دماغ المريض ويتحرك على اساس الحركه دي. الزميل العزيز، نستطيع ان نتحدث ان الدوله ماضيه قدما في السعي نحو تطوير التعليم، خاصه طبق رؤيه مصر 2030 والتي تدعو الى التفكير المنطقي والابداع. نعم. بعيدا عن التعليم النمطي، بعيدا عن التلقين والتحفيظ والحفظ. شكرا لك محمد محروس مراسل أخبار مصر، شكرا جزيلا لك. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.